حياكم الله مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا، حلقه جديده متجدده دائما برنامجكم اليومي وعلى الهواء مباشره. مساء الخير يا كويت. بهذه المناسبه احب ارحب بكافه العاملين في هذا البرنامج وتحديدا زميلي عيد. مساء الخير. مساء السعاده زميلتي مشاعل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله معانا من خلال هذا البرنامج متابعينا في برنامج مساء الخير كويت، واللي من خلاله راح نسلط الضوء على العديد من المواضيع المختلفة والمتنوعة. بالفعل في كل حلقة من حلقاتنا تختلف مواضيعنا وتقاريرنا، واللي تعود على المشاهد والمجتمع بالاستفادة والمنفعة. مع بداية الحلقة خلونا نبارك لكل المتفوقين وكل الناجحين والنتائج الحلوة اللي طلعت في الثانوية العامة، ومتفوقين ومتخرجين الثانوية العامة. وعشان كذي احنا حبينا ان احنا نشارككم فرحتهم. ومعنا الطالبة ريان عبد الله محمد الجاسم في البداية، طبعا نسبتها 94.8 وهي قسم أدبي من مدرسة الرجاء الثانوية المشتركة. ريان مساء الخير وألف ألف مبروك يا حبيبتي. مساء النور والخير بعدك. ريان وصفي لنا شعورك يعني أول ما تبلغتي بالنجاح والتفوق. كنت في حفلة التخرج جاهزين للدخول مع صديقاتي، وأمي تلقت الخبر وجيت مدرستي واستغربت وايد. شنو شعورك كان لما تبلغتي بالنتيجة؟ ما توقعت إن نسبتي تي، صراحة أنا كنت خايفة وايد. النجاح هذا والتفوق تهدينا حق منو ريان؟ أهدي نجاحي حق دولتي الحبيبة الكويت اللي ما قصرت معانا بكل شيء ووفرت لنا كل اللي نحتاجه، خصوصا فئة ذوي احتياجات خاصة. حبيبتي ألف ألف مبروك ومنها الأعلى، وإن شاء الله يا رب تتوفقين في حياتك العلمية والعملية. قدامك طريق إن شاء الله يا رب ما راح أكيد يكون صعب بالنسبة لك أنتي وغيرك من الخريجين. ألف ألف شكر، وننتقل زميلي عيد أكيد عنده اتصال ثاني. ألف ألف مبروك لك يا ريان، وأنتم مو ذوي الاحتياجات الخاصة، أنتم ذوي الهمم، ودائما إحنا ونفخر فيكم دائما في بلدنا الكويت، دائما نفخر بهذه الإنجازات الخاصة من إخواننا من التربية الخاصة، سعيدين دائما بالتواصل معاكم، وإحنا اللي نسعد بهذه الاتصالات. أيضا معنا اتصال آخر مع فائقة أخرى وهي طالبة فاطمة محمد الأنصاري. ألف مبروك يا فاطمة على التفوق ومساج خير يا فاطمة. الله يبارك فيك. ألف المبروك فاطمة. شنو شعورك فاطمة؟ كان شعور حلو أني دريت بهالمسة الحلوة. نعم. ومنو قال لي النسبة؟ أبوي. الله يحفظه. الله يحفظه يعني والدك، ودائما تستاهلون كل خير وعسى الله يحفظكم. وين إن شاء الله راح تسجلين فاطمة؟ شنو راح تختارين تخصصك؟ ان شاء الله تخصص فرنسي. ما شاء الله، عسى الله يوفقك ان شاء الله، عسى الله يوفقك. واحنا سعيدين دائما بالاتصال معاكم ونتشرف بوجودكم معنا. كل شكر والتقدير طبعا لفاطمه الانصاري، نسبتها 95.33 من قسم الادبي مدرسه الرجاء الثانوي المشتركه. احنا متواصلين معاكم دائما مع هذه الفرحه وهذه السعاده. فاصل ونرجع لكم ان شاء الله. المهندس ملوح العجمي مدير إدارة متابعة العقود والصيانة بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والحديث عن منظومة العدادات الذكية. السيد مطلق العنزي مدير إدارة الجمرك الجوي بالإدارة العامة للجمارك، والحديث عن دور الإدارة العامة للجمارك بصدد تهريب الممنوعات. فقرة الداخلية مع المقدم مشاري السمحان والمقدم عثمان غريب، والحديث عن دور وزارة الداخلية في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد. ت
تحت رعاية مدير جامعة الكويت الأستاذ الدكتور يوسف الرومي، وحضور وزير الصحة الأستاذ الدكتور خالد السعيد والدكتور أحمد اللافي، وسط مشاركة متنوعة من القطاع الحكومي والخاص أقيم معرض يوم الغذاء العالمي في كلية العلوم الحياتية، وهو يوم مخصص للتنبيه إلى المشاكل المتعلقة بالغذاء والتغذية وكيفية الحصول على غذاء خالي من الأمراض. استعرض معكم هذا التقرير. مشاركتنا طبعا نعرف أول شيء عن أنفسنا، إحنا فريق كامل متخصص تغذية علاجية مركزية بالكويت، عبارة عن أطباء تغذية علاجية، أخصائيين تغذية علاجية، قسم التوعية وقسم البحوث، فريق متكامل نتعامل مع الأمراض المزمنة بشكل عام، مع مشاكل الوزن ومشاكل تغذوية بشكل عام. أكثر شيء إحنا متخصصين مع الأطباء من المستشفيات الأخرى يحولون علينا المرضى، ونتعامل مع هالمرضى يكونون كنترولد، ونحاول كثر ما نقدر ان نمشيهم على انظمه غذائيه، نحاول ان يكونون يعني مثل امراض السكر والضغط، ان نحاول ان يكونون بافضل وضع ممكن صحي. يعني دورنا في الوزاره نقوم بمتابعه ومراقبه السلع الغذائيه الموجوده في القطاعين الحكومي والخاص لضمان تدفق السلع، استمرارية تدفق السلع بما يضمن توفر الأمن الغذائي للدولة. نحن اليوم في كلية العلوم الحياتية نحتفل بيوم سلامة الغذاء العالمي، وهو يوم مخصص للتنبيه عن المشاكل المتعلقة بالغذاء والتغذية. لله الحمد يعني الإيفنت والمعرض يعني ناجح والحضور كثيف، وراح يكون يعني يتخلل المعرض ان شاء الله ثلاث محاضرات قيمه من دكاتره ومن اخصائيين في هذا المجال. الله يسلمك، احنا بالمختبرات عندنا ثلاث اقسام، قسم كيمياء وقسم فيزياء وقسم مايكروبيولوجي. انا في قسم الفيزياء اقوم في طحن نوع من انواع الغذاء اللي هو الخضره والفاكهه، بعدين اقوم في وضعه في انبوب، عقب ما اقوم احطه في انبوب احطه في الميزان. لما اوزن هذا النوع من الغذاء لازم يكون وزنته 15 جرام. إذا وزنت 15 جرام لازم أرسله حق قسم الكيمياء وقسم الفيزياء قسم الميكروبيولوجي على أساس يتم فحصه وبيان إذا هو فاسد أم فاسد. تتعدد اختصاصات ومسؤوليات وزارة الأشغال العامة بدولة الكويت، فمن ضمن مهامها هو تأمين متطلبات الوزارات والمؤسسات العامة بالدولة من المباني والإنشاءات وصيانتها وتنفيذ المشاريع الكبرى والإشراف على المشاريع المختلفة، وكذلك شق وتعبيد وصيانة الطرق والساحات. ومن المشاريع المهمة التي تشرف عليها وزارة الأشغال هو مشروع مبنى الإدارية والمالية التابع لوزارة الداخلية. هذا هو موضوع لقائنا القادم مع ضيفتنا، ولكن بعد هذا التقرير. ساهمت وزارة الأشغال العامة في دولة الكويت بإنشاء العديد من المشاريع التي تخدم مختلف القطاعات والمؤسسات منذ أن أسندت لها مهام دراسة وتخطيط المدن وتشييد العديد من المباني كالمراكز الأمنية والأبنية التعليمية ومراكز رعاية الشباب، إضافة إلى تنفيذ شبكة متطورة من الطرق الداخلية والخارجية. تتمثل مهام وزارة الأشغال العامة في تأمين متطلبات الوزارات والمؤسسات العامة في الدولة من المباني والإنشاءات وصيانتها وتنفيذ المشاريع المختلفة، وقد ساهمت الوزارة بكافة أجهزتها الفنية والإدارية. حياكم الله، ويسعدنا نرحب بالمهندسة دانا مراد، مهندسة معمارية بوزارة الأشغال العامة. حياك الله معنا وشكرا على قبول هذه الدعوة، وسهلا مباركة. الله يعافيك، أنا أسعد.
طبعا نبدا معك مهندستنا، يا ريت تكلمينا عن مشروع مبنى الاداريه والماليه التابع لوزاره الداخليه واللي وزاره الاشغال العامه طبعا تشرف عليه. دورنا كوزاره الاشغال هو الاشراف المباشر لهذا المبنى، وهو انجاز وتنفيذ المبنى وتاثيث بالكامل. يقع المبنى في شمال صبحان، تبلغ مساحة المبنى 40,900 متر مربع. يتكون المبنى من 3 سراديب دور أرضي و5 طوابق متكررة، وكذلك يحتوي على ملجأ يستوعب 300 شخص. نعم، أيضا سؤال يعني مهندستنا، من خلال يعني هذا المشروع أنا ودي أتكلم عن شو اللي يميز المشروع من ناحية التصميم، وهل المشروع يعني صديق للبيئة؟ من أهم ما يميز المشروع في التصميم هو الشكل الخارجي للمبنى، وهو بشكل سلسلة في المتداخلة، كذلك استخدام اللوفرز بطريقة مبتكرة تعطي انطباع مميز للمبنى. الإضاءة الطبيعية اللي في المبنى من خلال الواجهات الزجاجية، المناور والسكاي لايتس، كذلك المظلات في المداخل الرئيسية في المبنى تعد من العناصر المميزة في المبنى، وهي تم العمل عليها تم تصميمها بشكل مختلف غير الشكل اللي متعودين عليه تصميمه المعماري يعني. نعم، احنا قاعد نشوف لقطات طبعا على الهواء مباشره، ما شاء الله مبنى مميز، نسال الله طبعا التوفيق لكم من خلال عملكم. ايضا لكل فتره زمنيه ومشروع خاص مده تلزم الجهه المنفذه على التقيد فيها، ما الفتره المحدده لانجاز مثل هذا المشروع وايضا تسليمه بالفتره المقرره؟ طبعا الفترة اللي ممتد أن يتم تسليمه خلال 4 سنوات، إن شاء الله يتم تسليمه في آخر سنة 2024، تم المباشرة في سنة 2021، فإن شاء الله يتم تسليمه بالفترة المحددة إذا مشينا إن شاء الله على حسب الجدول الزمني بإذن الله. أيضا الأجهزة العاملة هل راح تنتقل من أماكنها الحالية إلى يعني أماكن مختلفة في البلاد إلى هذا المبنى بشكل عام؟ بالطبع هذا المتوقع، بما أن تم بناء هذا المبنى لاحتياج وزارة الداخلية، فمن المتوقع أن يتم تشغيل هذا المبنى فور تسليمه. نعم، ايضا اللي شفناه قبل شوي على الهواء من خلال هذا المشروع، انا شفت الحجم، كبر حجم المشروع، ايضا ودي اعرف المواصفات في تصميم هذا المشروع، وانت ذكرت الطاقه الكهربائيه، نظرا لكبر هذا الحجم المشروع، نتكلم عن هذا الجانب في عمليه المواصفات في تصميم اللي توفر الطاقه الكهربائيه. بالطبع تم تزويد المبنى بطرق لطاقه تم تزويد المبنى بطاقة سولار بانلز لتخفيف استهلاك الكهرباء، وكذلك استخدام نظام البي ام اس. نظام البي ام اس يشتغل على توفير الطاقة، شلون يكون الغرف اللي ما تكون احد يكون فيها، فهو تلقائيا يطفي او يشغل النور، وكذلك يتم استخدام نظام البي ام اس لا سمح الله حال حدوث حريق، فالنظام يقول لنا وين مكان الحريق هذا. نعم، يعني مبنى ذكي يوفر الطاقة، وأيضا ما شاء الله تبارك الله في أكثر من إنجاز من خلال الطاقة وتوفير الطاقة العامة والإضاءة اللي أنت ذكرتيها، وخاصة هذه المشاريع مهمة جدا. أيضا عملية الطاقة الاستيعابية لعدد العاملين في المبنى، ودي أعرف الطاقة الاستيعابية. الطاقة الاستيعابية لهذا المبنى 2185 شخص، وطبعا تم مميزات المبنى تم استخدام ديمونتبل بارتيشنز بدال الحوائط العادية، فديمونتبل بارتيشنز تسهل لنا عملية لأي توسعة لأي تغيير لاحتياج الجهة المستفيدة من غير أي تغيير بالتصميم، فكذي تصير العملية للتوسعة أسهل. كلمة أخيرة حابة تضيفينا في هذا اللقاء؟ يعطيكم العافية. يعافيك إن شاء الله وموفقين بإذن الله. كل شكر وتقدير المهندسة دانا مراد معمارية بوزارة الأشغال العامة، وإحنا متواصلين معكم من خلال برنامجنا وإلى زاوية أخرى من زوايا هذا البرنامج مع الزميلة مشاعل.
شكرا للزميلة عيد، ومستمرين معكم مشاهدينا، حيث دائما تسعى وزارة الداخلية توفير الأمن والسلامة للمواطنين والمقيمين في جميع مرافق الدولة لتبقى الكويت تعيش حالة من الاستقرار المستدام. تابعوا معنا الفقرة الأمنية. نقولها أمامكم في خطابنا هذا أننا لن نحيد عن الدستور ولن نقوم بتعديله ولا تنقيحه ولا تعطيله ولا تعليقه ولا حتى المساس به، حيث سيكون في حرز مكنون، فهو شرعية الحكم وضمان بقائه والعهد الوثيق بيننا وبينكم، وكل ذلك حرصا منا على التمسك بمكتسباتنا الوطنية وعلى احترام سيادة القانون بهدف ضمان استقرار الوطن وتقدمه وازدهاره ورفاهية شعبه. معي زميلي خالد من قسم المالية. يا هلا يبا، يا هلا، حياكم الله، آمرني. ألف ألف مبروك، ربحت معنا بجائزة السحب الشهري. صد؟ الله يبارك فيكم. بس ممكن تفيدنا باسمك الثلاثي ورقم بطاقتك ورقم السي في في الموجود خلف البطاقة؟ ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام أخوي، معك أحمد، شلون أقدر أساعدك؟ أخوي تو دقوا علي من البنك قالوا إني فزت بالجائزة، ماكو شيء دش بحسابي، بالعكس انسحب من رصيدي فلوس. تعطيتهم أي بيانات شخصية أو مصرفية؟ أيوة أعطيتهم أكيد. أخوي لحماية حسابك راح أوقف بطاقتك المصرفية بشكل مؤقت، البنك ما يطلب بياناتك الشخصية والمصرفية، ولنكن على دراية. فقرة الداخلية مع المقدم مشاري السمحان، والمقدم عثمان غريب، والحديث عن دور وزارة الداخلية في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد. حياكم الله مشاهدينا، مساكم الله بالخير، مساكم أمن وأمان في ديرتنا الحبيبة الكويت. نرحب فيكم بالفقرة الأمنية من برنامج مساء الخير الكويت، نتداول في كل فقرة من كل أسبوع عديد من المواضيع اللي تهم المواطنين والمقيمين من جانب أمني أو جانب مروري أو جانب خدمات وزارة الداخلية. ويسعدنا التواصل أنا وزميلي المقدم مشاري السمحان. مساك الله بالخير، وشنو موضوعنا اليوم؟ مساك الله بنور مقدم عثمان، وعلى جميع مشاهدي برنامج مساء الخير الكويت، وبالأخص فقرة الأمنية. موضوعنا اليوم يهم أهل البحر والحداقة والمتنزهين ومرتادي السواحل البحرية من جانب دخولهم البحر، أو من جانب أيضا بشكل عام نظافة الشواطئ البحرية وسلامة الأخوة أبنائنا من مرتادي البحر بشكل عام. مشاهدينا، من واجب الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني التواصل مع الجمهور والحديث عن كثير من الأمور، وخاصة مثل ما تفضل أخوي المقدم شاري السمحان جانب الإدارة العامة لخفر السواحل، وإحنا في موسم الصيف وموسم البحر، وكثير من أخواننا المواطنين المقيمين يتجهون إلى البحر، يعني سواء النزهة البحرية عن طريق الطراريد أو الجتسكية أو الحداقة أو السباحة، هذا كله قاعد يتم شبه يومي أصبح اليوم، بدال كان قبل يمكن عندنا الفترة السابقة عطلة نهاية أسبوع، نعم. الحين صار شبه يومي، ولكن في أمور كثيرة تضايق بعض أيضا مرتادين البحر، من ظواهر سلبية، من سلوكيات خاطئة من بعض مستخدمين الجتسكية والطراريد. فالمقدم شاري، استمرار الحملات التوعوية للإدارة العامة لخفر السواحل بالتعاون مع الإدارة العامة للإعلام الأمني أصبح يعني انخفاض في بعض الظواهر السلبية وأصبحت شيء بسيط جدا. لا شك طبعا المقدم عثمان، احنا اليوم نتكلم في من باب البلاغات اللي قاعد تتلقاها الإدارة العامة لخفر السواحل، وأيضا من باب الحوادث اللي الله يبعد إن شاء الله الجميع عن البلاغات والحوادث اللي احنا شفناها في السنوات السابقة، سواء كان الفقدان أو الغرق في الحمامات السباحة الخاصة أو غيرها من يعني المخاطر اللي ممكن تقع على رواد البحر. نبي الكل يستمتع بهالإجازة، نبي الكل يستانس، نبي الكل يعني يفرح في هذه الفترة، وخلال طبعا ما بعد
الإجازة الصيفية لأبنائنا الطلبة وللأسر والعوائل، وكذلك الإجازة المقبلين عليها إن شاء الله لعيد الأضحى السعيد. وإن شاء الله نتمنى من الجميع أن يتبع الإرشادات والتعليمات الخاصة لمرتادي البحر، يمكن أولها وأول يمكن نقطة جدا مهمة لجميع مرتادي البحر، سواء كنت على يعني قطعة بحرية سواء طراد أو جيتسكي أو حتى داخل المسبح وحمام السباحة الخاص اللي داخل الشاليه اللي هو اللايف جاكيت أو سترة النجاة. يعني أمور الحوادث اللي قاعد تلقاها عمليات وزارة الداخلية، هاتف الطوارئ 112، بلاغات عديدة لغرق، وللأسف أن البعض يعني يعرف يسبح ولكن سبحان الله ضربة شمس أو حادث صار في البحر أو أي كان يتسبب في غرق وقد يتسبب إلى الوفاة، وهذا ما كنا يعني نحذر منه ومستمرين نحذر منه. ولكن الجانب المهم جدا أن يعني نربط ما بين الأرصاد الجوية وروحتنا للبحر. هناك طبعا بعض الناس يغامر رغم تحذيرات أرصاد الجوية أنك لا تروح البحر، ويكابر بعدين يكابر وينزل بالغبار ولا ينزل بالهواء العالي، ويتسبب أيضا في يعني لا سمح الله حادث أو الفقدان في البحر، ويصعب على الأخوان في دار عامة خفر السواحل يعني أنهم يلقونا. ونفس الشيء تعاون مستمر ما بين الأخوان في دار عامة خفر السواحل وأيضا الأخوان في قوة الإطفاء العام الإنقاذ البحري، الأمانة تعاون شبه يومي. ولكن احنا نقول ليش تضيع وقت رجال الأمن ورجال الإطفاء وفي وقت هم حذروا أنك لا تنزل البحر؟ نعم، يمكن مقدم عثمان نقطة أيضا جدا مهمة، وهو اعتماد بعض الأسر والعوائل على العمالة المنزلية، وهذا الشيء اللي احنا قاعد نلاحظه بشكل خطر، وممكن انه يسبب يعني مخاطر على أبنائنا خاصة الأعمار الصغيرة في حمامات السباحة الخاصة داخل الشاليهات. نعم، للأمانة احنا دائما نكرر ونقول عدم الاعتماد الكلي على العمالة المنزلية. اليوم أصبح ولي الأمر يروح للشاليه ولا يروح للمزرعة ولا يقعد على البحر وماسك التليفون ومعتمد على العمالة المنزلية، أو يمكن ما في عمالة منزلية معتمد إنه والله البحر وأتابعهم كل شوي، وهي لحظات مشاهدينا وتتسبب في كارثة بسبب إهمالك. فأنت المسؤول الأول، القانون طبعا احنا قبل القانون، أنت مسؤوليتك هذه بعيدا عن القانون مهم جدا أنك أنت تتابعهم، ولكن القانون أيضا يجرم إهمال القاصر، وفي مثل هذه الحالة تم يعني اتخاذ الإجراء القانوني اللازم مع الكثير. ولكن احنا من خلال فقرتنا فقرة توعوية، ما هي يعني نقول لكم والله القانون احنا اليوم جانب توعوي مهم جدا، نفس ما قاموا في الخيران أخواننا في الإدارة العامة خفر السواحل مع أخواننا في الإدارة العامة للعلاقات والإعلام، فريق طلع أكثر من مرة لجولة توعوية لمرتادين الجيتسكي وخطر على الشواطئ، وكان هناك تحذير أكثر من المخالفات اللي يرتكبونها. قبل أن نختم، نصيحة مقدم شاري تعطيها لمشاهدينا؟ نصيحة طبعا ما في أحد كبير على يعني البحر، وما في أحد يكون عنده علم وعنده خبرة وعنده أيضا يعني دراية ويقول أنا حداق وأنا عندي قدرة كاملة على دخول البحر ويكابر في هذه الأجواء، سواء كان انخفاض معدل الرؤية أو مخاطر ممكن تقع عليه في عدم تأكده من صيانة القطعة البحرية أو حتى عدم ارتداء سترة النجاة. الله يحفظ الجميع، واستانتوا واستمتعوا في هذه الفترة فترة الصيف، ولكن بحذر وباشتراطات الأمن والسلامة. مشاهدينا نلقاكم على خير في فقرتنا الأسبوع القادم الخاصة بالأمن معكم من مساء الخير يا كويت. والآن نستكمل باقي الفقرات مع الزملاء داخل الاستديو. أخواني وأخواتي أبناء وطني العزيز، وحرصا منا على تأكيد وتعزيز المشاركة الشعبية باعتبارها ركيزة من ركائز الحكم، فإننا نود أن نبين لكم إننا لن نتدخل في اختيارات الشعب لممثليه، ولن نتدخل كذلك في اختيارات مجلس الأمة القادم في اختيار رئيسه أو لجانه المختلفة ليكون المجلس سيد قراراته، ولن نقوم كذلك بدعم فئة على حساب فئة أخرى، بل سنقف من الجميع على مسافة واحدة هدفها فتح صفحة ومرحلة جديدة مشرقة بإذن الله لصالح الوطن والمواطنين.
تفتح الغير معك عبد بكل بساطة. لما يوصل لك لينك من البنك لازم تفتح. لا لا مو لازم تفتح، البنك ما يدز لك لينك اصلا. تعبي بياناتك ورقم بطاقتك البنكيه. انت مصدقينه؟ وتاريخ الانتهاء. لا كملت. والسي في في؟ لا كذي راح تنباك. انت تدري ان البنك ولا عمره راح يطلب منك اي بيانات او معلومات مصرفيه. عشان كذي احمي نفسك من الاحتيال اللي له عده اشكال وانواع. ولنكن على درايه. ملوح العجمي مدير إدارة متابعة العقود والصيانة بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والحديث عن منظومة العدادات الذكية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. الجميع في دولتنا الحبيبة الكويت يعملون بإخلاص وتفاني من أجل ارتقائها وازدهارها، وكذلك تسعى كافة الوزارات والمؤسسات لتنفيذ رؤية كويت الجديدة 2035، ومن بينها وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. هذا هو موضوع حديثنا القادم مع ضيفنا، ولكن بعد هذا التقرير. إذن مشاهدينا الآن يسعدنا أن نرحب بالمهندس ملوح العجمي مدير إدارة متابعة العقود والصيانة بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. مساء الخير أستاذ، حياك الله معنا. مساء النور وحياك الله، وهذه الساعة المباركة ساعتنا أكيد أبرك. وبالبداية نبي آخر الإحصائيات عن نسبة الإنجاز التي تحققت بالنسبة لمنظومة العدادات الذكية. طبعا منظومة العدادات الذكية هي عبارة عن عدة مشاريع متصلة مربوطة مع بعض. أول مشروع منها كان تطوير منظومة العدادات الذكية ونظم الاتصالات الخاصة بها. هذا العقد تم توقيعه في عام 2017 وتم تفعيله في سنة 2019 لتطوير المنظومة والنظم اللي تعمل فيها العدادات الذكية. طبعا كان يشمل على تركيب عدد 5000 عداد ذكي، 4000 عداد كهرباء و1000 عداد ماي، حتى نتأكد أن هذه المنظومة تعمل على حسب ما تطلب الوزارة وأن القراءات توصل من العداد من النظام إلى العداد. وحرصنا في هال5000 ان احنا نركبهم في مختلف الانشطه وفي مختلف محافظات دوله الكويت حتى نتاكد بس من اتصال العدادات في النظام. بعد ما خلصنا منه وتاكدنا ان العدادات تعمل وان النظام يعمل، تم توقيع عقد توريد المرحله الاولى من العدادات الذكيه 201000 عداد كهرباء ذكي في شهر 3 الماضي. وبعد ما تم توقيع العقد الوزاره قامت بتشكيل فريق فني لإدارة عملية استبدال وتركيب العدادات الذكية. هذا الفريق اختار أن احنا نبدأ في النشاط التجاري والاستثماري كمرحلة أولى. بعد ما اخترنا النشاط بدينا اخترنا في محافظة حولي، خلينا البداية في منطقة السالمية، خلصنا من منطقة السالمية اشتغلنا فيها كلها أنجزناها وانتقلنا إلى منطقة حولي، حاليا احنا في محافظة الفروانية بعد ما أنجزنا الفروانية وخيطان والرقعي، وتم استبدال حتى الآن ما يقارب 120000 عداد ذكي. نعم، طيب عبر متابعتكم يعني شنو الفرق ما بين العدادات الميكانيكية القديمة والذكية؟ طبعا العداد الميكانيكي في حال أن العميل حب أن يصدر له فاتورة، أول شغلة راح يحتاج قارئ عداد، فلازم القارئ ينتقل معاه من المركز إلى بيته على أساس يأخذ قراءة العدادات. بعد ما يأخذ القراءات ويرجع للمركز يحتاج مدخل بيانات حتى يدخل هذه القراءات في النظام ويصدر له الفاتورة ويعطيها العميل. بعد ما يأخذ الفاتورة يحتاج محصل حتى يحصل منه بالصندوق يحصل منه قيمة الفاتورة. في العداد الذكي هذا الأمر مو موجود. العداد الذكي هو مباشرة مبرمج أنه ينقل قراءة مباشرة إلى النظام، والنظام مبرمج أنه يدخل هذه القراءة في حساب العميل،
كل اللي على العميل انه اما انه يفتح التطبيق الخاص بالوزاره او اذا يدخل على موقع الوزاره او عبر تطبيق سهل يدخل على حسابه يشوف فاتورته يروح على طول على مباشره على صفحه الدفع ويدفع من غير ما يراجع ولا يروح حق اي مكان. حلو، بالنسبه لاليه يعني استبدال العدادات القديمه بالجديده بالنسبه للسكن الخاص شنو الاليه؟ احنا مثل ما قلت لك احنا بدينا الان في النشاط الاستثماري والتجاري، بعد ما نخلص ان شاء الله راح نستكمل باقي الانشطه، لكن من اكثر من شهر بدينا الان في تزويد السكن الخاص للايصال الجديد بالعدادات الذكيه، الان اي سكن خاص عنده ايصال تيار جديد راح نعطيه عدد ذكي ما في راح نعطيه عدد ميكانيكي. حلو، من خلال عملكم اليومي يعني ومراقبه العدادات الذكيه، شلون تشوفون سهوله العمل وطرق الصيانه؟ شلون الطريقه؟ مثل ما قلت لك قبل شوي في الميكانيكي لازم يكون انا انتقل العداد حتى اشوف حاله العداد وشنو وضع العداد. في العداد الذكي مثل ما شفنا في التقرير قبل شوي احنا عندنا مركز تحكم، هذا المركز يربط جميع العدادات اللي موجوده عندنا في الكويت في النظام من خلال مركز التحكم. فاي مشكله عندي في اي عداد تصير عندي هذا العداد اشارته مو قاعده توصل للنظام يجيني مباشره اشعار بعنوان هذا العداد وعلى طول لفرق الصيانه تطلع تروح تشوف شنو مشكله العداد. هذا العداد طفى مباشره ما احتاج انا العميل يتصل علي مباشره من خلال المركز التحكم تطلع فرق الصيانه على طول على هذا العداد اللي ما فيه كهرباء على طول يعني بس توصل الاشاره مباشرة. يعني مثلا ما في يعني مو لازم ان احنا نتصل لا ما احتاج انك تتصل ولا احتاج انك تتبلغ ولا شيء، انا العداد مربوط مع النظام عندي في حال حدوث اي مشكله بين العداد والنظام النظام مباشره يشعرني انه ترى هذا العداد فيه هالمشكله الفلانيه تطلع فرق الصيانه بشكل مباشر. حلو، شلون ساهمت هذه الخطوات بنظام العدادات الذكيه نقدر نقول بدعم جهود الدوله وجهود الوزاره في خطة التنمية؟ طبعا مشروع العدادات الذكية يعني هو من مشاريع الوزارة المهمة جدا في التحول الرقمي، يعني من خلال هذه العدادات الذكية ومن خلال كم البيانات اللي توفرها لي العدادات الذكية نقدر ندير الطلب على الكهرباء من خلال هذه العدادات والبيانات اللي تتوفر لي، فأنا أقدر أعرف الآن نمط الاستهلاك عند كل عميل، فأعرف هذا العميل معدل استهلاكه متى يرتفع متى ينزل، العميل الثاني أقدر أخذ هذا الشارع أقدر أخذ هذه القطعة، فبالتالي أقدر أنا أدرس أو أبني دراستي لأعمال التقوية وأعمال دعم الشبكة من خلال هذه البيانات اللي توفرها لي العدادات. لو نبي نحصر عدد العدادات الذكية يعني كم تقريبا وصل هذا العدد في البلاد؟ إحنا الآن ورد لنا المقاول أول الدفعة اللي هو المرحلة الأولى 201 ألف حاليا موجودين في مخازن الوزارة وركبنا منهم إلى الآن 120 ألف ومستمرين في التركيب. كل الشكر لك، حابب تقول كلمة أخيرة تفضل. والله احنا يعني ندعو اخواننا اللي احنا العملاء اللي نركب عندهم العدادات انهم يتعاونون مع فرق الوزاره في تسهيل عمليه الاستبدال والتركيب لما في مصلحه للعملاء وللوزاره. كل الشكر لك ويعطيك الف الف عافيه. متواصلين معكم مشاهدينا وننتقل الى الزميل عيد في الجانب الاخر من الاستديو، تفضل عيد. شكرا زميله مشاعل وايضا شكر موصول لضيفتك الكريم. مواهب متعددة تميز فيها بناتنا وأبناء الكويتيين وهي إبداعات متجددة تحرص دولة الكويت على تطويرها، وخلونا نتابع معكم هذه الفقرة من مواهب وإنجازات. اليوم معنا في هذه الفقرة راح نتكلم في فقرة مواهب وإنجازات عن فن الكاريكاتير. في البداية أنا أساساً فنانة تشكيلية وطلعت جمعية الكاريكاتير في سنة 2018 بعد ما تم الإعلان عن إحدى المسابقات واشتركت فيها. كان فن الكاريكاتير بالنسبة لي فن جديد، سويت بحثت عنه وتعلمت شنو يعني الكاريكاتير وشنو هو شنو أساليبه شنو أنواع الكاريكاتير اللي موجودة. فن الكاريكاتير هو أحد فنون الرسم، يحتوي على العديد والكثير من الأنواع والأقسام، مثل عندنا البورتري، الكوميكس يعني القصص المصورة، فنون القصص المصورة، فنون المانجا اللي هو الرسم الياباني، والكثير عندنا الأنيميشن، عندنا الفنون والرسوم الرقمية أيضا. بعد ما دخلت في هذا المجال كان مثل ما أنتم عارفين أن عادة فن الكاريكاتير كان فن مقصور على الرجال بسبب طبيعته، أنه كان بالطريقة الكلاسيكية أنه هو كان بس موجود في الجرائد التقليدية. أما الحين بعد ما صار عندنا الجرائد الإلكترونية، وسائل التواصل الاجتماعي، الكثير من
من البرامج وحتى المنتديات اللي قاعد تنشر مثل هذه الأنواع من الفنون، انشرت فن الكاريكاتير أكثر، وبالتالي صار الاتجاه مركزين على هذا النوع. فن الكاريكاتير معتمد بشكل مباشر على التطور التكنولوجي اللي قاعد يصير، خصوصا الثورة الرقمية اللي صارت بالفترة الأخيرة. فبالتالي نقدر نسوي مثل موازنة، وشلون نقدر نطور نفسنا كرسامين كاريكاتير في هذا المجال. يمكن أكثر ما يميز فن الكاريكاتير أنه هو فن متطور ومتجدد دائما. ليش؟ لأن قلنا أنه هو مرتبط بالتطور التكنولوجي، فبالتالي أي برامج تطلع جديدة، أي برامج أجهزة رسم ممكن أن احنا نستخدمها ونطور من نفسنا في هذا المجال. وبالتالي هذا يمكن يكون من الأشياء الإيجابية بفن رسم الكاريكاتير، إلا أنه ممكن يكون شيء سلبي، لأن رسام الكاريكاتير لازم يكون متجدد، يتعلم دائما، يشوف شنو البرامج الجديدة، شنو الأجهزة الجديدة اللي نازلة في هذا المجال، وبالتالي يطور من طريقة وأسلوب الرسم ماله. السيد مطلق العنزي مدير إدارة الجمرك الجوي بالإدارة العامة للجمارك، والحديث عن دور الإدارة العامة للجمارك بصدد تهريب الممنوعات. جهود كبيرة يقدمها رجال الإدارة العامة للجمارك لتصدي الشحنات المشبوهة الواردة للبلاد، بالإضافة إلى تسهيل دخول السلع والمواد الضرورية إلى البلاد. تابع معنا هذا التقرير. يسعدنا أن نلتقي بالأستاذ مطلق العنزي مدير الجمرك الجوي بالإدارة العامة للجمارك، حياك الله معنا وسهلا بارك. الله يحييك، ساعتك أبرك أبو يوسف. أبرك الساعات. يعني من البداية نتكلم ما شاء الله على الضبطية الأخيرة بقواكم الله اللي خاصة بمواد المخدرة وكميتها التي ضبطت، أيضا في الشحن الجوي بمطار الكويت الدولي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. بالبداية تسمح لي أخوي أبو يوسف من خلال برنامجكم أني أشكر رجال الإدارة العامة للجمارك على جهودهم بشكل عام، وإدارة الجمرك الجوي قطاع البحث التحري بشكل خاص على جهودهم، وعلى رأسهم جميعا مدير عام الإدارة العامة للجمارك السيد سلام الفهد على الدعم المستمر والتواصل معنا باستمرار. الحمد لله رب العالمين. الضبطية الأخيرة كان عندنا يعني إجراءات محددة، تم تفتيش الضبطية أو تم تفتيش الإرسالية بشكل يعني دقيق. تجاوزت تقريبا الضبطية 3 مليون حبة كبتاغون جاية طبعا من تركيا. يعني كانت ضبطية مميزة جاية عن طريق طبعا تمويه عن طريق آلات طباعة غالية الثمن. تم وضع هذه الحبوب بطريقة احترافية، لكن الحمد لله رب العالمين استطعنا أن نتصدى لهذه الضبطية. نعم. بما أن الكمية كبيرة، هل وصلت لكم معلومات عنها وعن هذه الشحنة ومتحتوى؟ يعني هل كانت تحتوي مثل على مواد مخدرة أو عن طريق فريق بحث خاص فيكم قاعد أشوف على الهواء بعض اللقطات الخاصة في هذا الموضوع؟ اي نعم. خاصة أنت ذكرت أن أجهزة الطباعة غالية الثمن. اي نعم، كان عندنا معلومة عن هذه الضبطية من إخواننا في البحث التحري، قطاع البحث التحري. طبعا احنا بتعاون مستمر وياهم، حاول المهرب انه يغير طريقة او وصول الشحنة اكثر من مرة، لكن الحمد لله احنا كنا متابعين هذا الشحنة واستطعنا تفتيش دقيق، والحمد لله تم ضبط هذه الضبطية الكبيرة ان شاء الله. نعم. ايضا هذا يقودني الى سؤال، هل عندكم يعني ادارات تتابع وتدقق في عملية الادارة العامة للجمارك بشأن الحمولات المشبوهة القادمة للبلاد؟ اي نعم طبعا، عندنا اكثر من يعني
إدارة يكون دورها يعني لوجستي بالنسبة لنا. وبنفس الوقت احنا عندنا يعني فريق البحث والتحري وفريق داخل إدارة الجمرك الجوي فريق استهداف يستهدف الشحنات المشبوهة قبل وصولها للبلاد من خلال يعني معلومات ومعطيات معينة، يتم تحليل هذه المعلومات ومن خلال هذه المعلومات نستطيع ان يعني نركز على بعض الشحنات اللي يكون فيها خطورة عالية. يعني استاذ مطلق ايضا يعني انا ودي اسال سؤال في موضوع المفتشين، هل لديهم كامل الصلاحيه لعمليه التفتيش داخل يعني جميع الشحنات؟ نعم عندهم صلاحيه كامله لتفتيش الشحنات. ايضا نلاحظ من فتره اخرى تغيير يعني في عمليه اسلوب المهربين، دائما هناك تجديد خاصه اذا يعني مسكتوا شحنه هناك افكار اخرى اسلوب اخر، شلون تتعرفون على مثل هذه الاساليب في اعمالهم؟ الحمد لله رب العالمين، يعني مثل يعني احنا يعني المهرب دائما يطور عمليات التهريب، وبنفس الوقت احنا قاعد نطور عملنا من خلال برامج آلية، من خلال أجهزة متطورة، من خلال مثل ما قلت لك معلومات واستهداف مسبق قبل وصول البضاعة، بحيث انه يعني نضيق عليهم الخناق بالنسبة للتهريب، ونحاول قدر المستطاع انه يعني نمنع دخول هذه الممنوعات الى البلاد. نعم المعلومات من خلال المصادر الموجودة في هذا الجانب. بالنسبة المعلومات يعني من خلال المصادر الخارجية هذه يعني محدودة جدا، لأن هذا يتعلق بأمور مالية ولها يعني وضعية خاصة، ويقوم بدوره في يعني جهات تقوم بدورها، لكن محدودة جدا يعني ما شاء الله الحمد لله رب العالمين، يعني أكثر الضبطيات من إخواننا رجال الجمارك سواء البحث والتحري ولا إدارة الجمرك الجوي، يعني باجتهاد وبالعمل المستمر ومثل ما قلت لك بالدعم اللوجستي اللي يقدم لنا من جهات أخرى او من قطاعات اخرى، بالاضافه الى تحليل المعلومات اللي احنا نقوم فيه. يعني حسام عقوه دائما بما انك ذكرت الاجهزه الحديثه، يعني هل الاجهزه الحديثه استاذ مطلق سهلت يعني العمل لديكم في عمليه التفتيش على السلع الوارده؟ اي الحمد لله رب العالمين، يعني عندنا اجهزه متطوره جدا ساعدتنا، لكن يعني بالنهايه يبقى العنصر البشري هو المهم بالعمليه. الأجهزة يعني أجهزة تعتبر أداة مساندة لعمل المفتش الجمركي، لكن بنفس الوقت ساعدتنا بشكل كبير على يعني ضبط هذه الممنوعات. نعم أنا أجلت هذا السؤال يعني بعد القبض على هذه الحمولة أكيد هناك خطوات ودي أعرفها بإيجاز. احنا طال عمرك بعد ما نمسك الشحنه هذه في بعض الاحيان يكون الشخص جاي يستلم شحنته، فيتم القبض عليه من قبل اداره البحث التحري ويتم تسليمه للمباحث الجنائيه، لكن في حال انه ما تم الضبط عليه او ما جاء استلم شحنته يتم التنسيق مع اداره البحث التحري كوسيط مع المباحث الجنائيه وخارج الجمارك يتم التنسيق ما بينهم حتى يتم ضبط هذا المشتبه. جهودكم مقدره فتذكر، بارك الله فيكم وعليكم الصحه والعافيه. الله يعافيك. الله يعافيك. شكرا. كل الشكر والتقدير الاستاذ مطلق العنزي مدير الجمرك الجوي بالاداره العامه للجمارك، على الخير ومحبه اجتمعنا معكم في هذا البرنامج، في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دائما انتظروا المزيد والمزيد من خلال برنامج مساء الخير يا كويت، شكرا لكم ومع السلامه.